وهنا على الإنسان أن يأتي بالتسبيح يعني بعد كل صلاة صبح وبعد كل صلاة عصر، يعني في البكرة والأصيل، أو كما يعبر عنه القرآن أيضا بالغدو والأصال، بالمقدار الذي يمكنه من فعل جميع الطاعات. لأن قلنا التسبيح يمنح الإنسان النور، والنور يمده بالطاقة الغيبية التي تمكنه من الطاعة. ومعنى هذا أن المسألة مرتبطة بماذا؟ بتمكن الإنسان من الامتثال لجميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي. يعني إنسان عنده معصية، يعاني من معصية لم يستطع الإقلاع عنها، ولو كانت هذه المعصية معصية واحدة، هذا الإنسان يعيش في الظلمات، يعني لا يزال في الظلمات أم يعيش في النور؟ لا يزال في الظلمات، يعني تنقصه الطاقة، المقصود تنقصه الطاقة الغيبية التي تمكنه من الطاعة، وهي الإقلاع عن هذه المعصية. فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يزيد من مقدار التسبيح بالمقدار الذي يمكنه من الإقلاع والتوقف عن جميع المعاصي وبدون استثناء. إنسان آخر ربما أقلع عن جميع المعاصي ولكن عنده ملف عالق يتعلق بحقوق الله تعالى أو بحقوق عباده من رد المظالم والتنصل من التبعات، ويجد من نفسه تثاقلا وتباطؤا في نحو السعي في تصفية هذا الملف. هذا الإنسان لا يزال في الظلمات أم يعيش في النور؟ يعني يجد من نفسه الكسل، الكسل في القيام بهذه المهمة، تصفية هذا الملف. هذا الإنسان يعيش في الظلمات ولا في النور؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يزيد من مقدار التسبيح، يزيد في البكرة والأصل بالمقدار الذي يمكنه من ماذا؟ من تصفية جميع ملفاته وبدون استثناء. يعني عليه أن يسعى إلى محو آثار المعاصي، لأن المعصية كما قلنا تترك أثرا وتترك ملفا عالقا. إنسان آخر يجد من نفسه كسلا في القيام بواجباته الملقاة على عاتقه، هناك واجبات تلزمه ملقاة على عاتقه، ولا سيما ما يتعلق بالأخذ بيد الناس ونصحهم وتوعيتهم، يجد من نفسه الكسل. هذا الكسل يثبطه ويحول بينه وبين القيام بهذه المسؤولية. هذا الإنسان في الظلمات أم في النور؟ في الظلمات. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يزيد من مقدار التسبيح، أن يزيد من التسبيح بالمقدار الذي يمكنه من القيام بجميع مسؤولياته الملقاة على عاتقه وبدون استثناء. فإذا القضية، يعني قضية المقدار، هذه تتفاوت من شخص إلى آخر، هي قضية نسبية، والإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذن مقدار التسبيح الذي يلزمنا القيام به أو الإتيان به بعد صلاتي الصبح أو العصر في البكرة والأصيل أو بالغدو والأصال، يتوقف على ماذا؟ على الإتيان بماذا؟ بجميع الطاعات، أي الامتثال لجميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي. إذن علينا أن نأتي بالتسبيح بالمقدار الذي يمكننا من ماذا؟ من الإقلاع والتوقف عن جميع المعاصي وبدون استثناء، وبالمقدار الذي يمكننا من ماذا؟ من تصفية ملفاتنا. وتصفية الملف كما قلنا هي السعي نحو محو آثار المعاصي
لأن المعصية تترك أثرا بالمقدار الذي يمكننا من تصفية جميع ملفاتنا وبدون استثناء، وكذلك بالمقدار الذي يمكننا من القيام بجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقنا وبدون استثناء. فعندما نجد أنفسنا لم نتمكن أو لم نستطع أن نقلع عن معصية معينة ولو كانت واحدة، أو تقاعسنا عن تصفية ملف معين تعلق بحقوق الله أو حق من حقوق عباده، أو تقاعسنا عن القيام بمسؤولية معينة ملقاة على عاتقنا، فماذا يجب علينا؟ أن نزيد من مقدار التسبيح، لأن هذه الزيادة ستزيدنا نورا، والنور يمدنا بالطاقة الغيبية التي تمكننا من الطاعة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في هذه الآية ما هي المقدمة وما هي الثمرة؟ المقدمة هنا هي الذكر الكثير والتسبيح، وما هي الثمرة التي نقطفها؟ صلاة الله علينا وملائكته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هذه مقدمة من أتى بها بصدق حصل على الثمرة الغيبية. وما هي الثمرة هنا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وما هي صلاة الله علينا؟ ليخرجكم من ماذا؟ من ظلمات إلى نور. ومعنى هذا أن الذي لا يأتي بالتسبيح الحق سيبقى في الظلمات أم يخرجه الله منها؟ سيبقى في الظلمات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.